موضوع المرجعية الحقيقة هو يعني تدخلات مفصلية التي ترتبط بحركة الشارع وليس التدخلات المرتبطة بحركة النخب. بمعنى يعني حينما يعني شاهدنا تدخل المرجعية في فترة السيد عادل عبد المهدي، ولكن العراق كان ينشئ ثورة آنذاك. في يعني اليوم إعلان مكتب المرجعية أنا أعتقد أنه كان واقعيا، لأنه تحدث عن عدم اشتراك، لا لم يحصل شيء. هو لحتى هذه اللحظة جمهور الإطار لا زال في الشارع يعني، والكتلة الصدرية لم تجري مباحثات حقيقية. أنا تابعت تصريحاتهم، فلذلك كيف تدخلت المرجعية وهو أصلا يعني أمر نتائج غير محسوب، لم تتشكل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. يعني كل هذه التفاصيل أنا أعتقد إذا حصلت يعني انسداد يتدخل به الشارع العراقي، والشارع العراقي موجود، الشارع العراقي حاضر وسيكون حاضرا أيضا في الجلسة الأولى، بمعنى أنه الإرادة الشعبية العراقية التي ساهمت بصناعة التغيير المؤدي لنتائج هذه الانتخابات لا زال حاضرا بالشارع، وممكن أن ينزل وممكن أن يضغط أكثر. لذلك على الكتل السياسية لا تعتمد على يعني أن تجري عملية مباحثات منطقية، وأن يعني يتم الذهاب إلى إنتاج حكومة تهتم بالمواطن العراقي وتحاول أن تعالج مشاكل.